ايش تغير في حياتي؟ تغير اكلي، شربي، نومي، علي وعلى عيلتي وعلى كل شيء. يعني هنا انت متحسب على الكلمه بالعربي، بدك تقعد لا ماخذين راحتنا بقعده رمل تراب وسخ قرف فوق ما تتصور، يعني بكفي الدبان اللي ماكلنا. والله لحوم الي زمان، يمكن القطع الي 6 شهور من حد الحرب وانا ما اكلتش لحمه. حياتي الاولانيه كانت حلوه، كنت مع جوزي واولادي، وكنت كل شيء كان اذا كان عندي لحم يعني اكل وشرب وكان لبس وكان كل حاجه عندي موفر الحمد لله. والله كنت اقول رمضان كريم، يعني رمضان اسمه مش رمضان كريم، رمضان الرزاق اسمه. كنت احكي له كنت افتح الثلاجه الاقي الثلاجه كلها مليانه، اما هلقيت لا في ثلاجه ولا في اكل ولا في شرب ولا في حاجه ولا في اي شيء. اكل كثير، ايش عدد لك؟ انحرمنا اكل المفتول الشعبي تبعنا، انحرمنا اكل الدجاج، انحرمنا اكل الاسماك، اقول لك انحرمنا اكل الخضروات. في خضروات ما كناش لليوم، ما في شغلات الدجاج واللحمه كله والفواكه الخضره كله هذا مشتهينه طبعا. من في موجود بس اسعار خياليه، الواحد مش قادر يشتريها، موجوده اشي بسيطيه. وهذا هي كل اسبوعين لما تيجي لك كابونه بيقضي حاله عليها الوقت. الاولاد بدهم دجاج، بدهم كبده، بدهم لحمه. فيش لحمه بالمره في السوق، ولا دجاج ولا كبده. اطفال هذول بدهم يتغذوا، ايش ذنبهم؟ هذا مولود عمره 5 اشهر من ما انولد بيضه ما دقهاش ولا كوز لبن. فيش ألبان ولا في أجبان ولا في قمردين ولا في مقومات رمضان بالمرة إطلاقا.